لا يخرج ترامب من البيت الأبيض إلا كما بدأه، سلب للحقوق وصك غفران للقاتل وإدانة للضحية، وكأنها سمة البيت الأبيض في التعامل مع العرب والعراقيين خاصة، بصدور عفو عن مجرمين مدانين بالقتل العمد لمدنيين عزل. تلطخت يد الاحتلال الأمريكي بدماء آلاف العراقيين، منهم من سمع بهم الناس ومنهم من ظلوا طي الرواية الأمريكية، إلا أن جاءت مجزرة شركة بلاك ووتر سيئة الصيت في بغداد عام 2007. في 16 من أيلول وفي ساحة النسور ببغداد، كان عناصر بلاك ووتر على موعد مع حفلة قتل جماعي لمدنيين عراقيين لم يكن لهم ذنب سوى أنهم تواجدوا لحظة مرور القافلة المحملة بعناصر مدججين بالسلاح ومهووسين بالقتل. أطلق عناصر القافلة النار عشوائية فقتلوا 14 مدنيا بدم بارد، بينهم أطفال ونساء، حتى شبهها المحققون الأمريكيون أنفسهم بالمجازر التي ارتكبتها القوات الأمريكية إبان حرب فيتنام. ظلت القضية بين شد وجذب في المحاكم الأمريكية حتى أدين 4 فقط من عناصر القافلة بالقتل العمد، حكم على أحدهم بالسجن مدى الحياة وعلى 3 الآخرين بالسجن 30 عاما. كل تلك الإدانات والشهادات والأحكام لم تعر لها الإدارة الأمريكية بالا، وها هو ترامب يصدر عفوا عن الجزارين 4 الذين وصفهم بيان البيت الأبيض بالمحاربين الذين لديهم تاريخ طويل في خدمة أمريكا. لكم تبدو الجملة الأخيرة منصفة وظالمة في نفس الوقت، فهي تستعيد الصورة التي تحاول واشنطن محيها من ذاكرة الشعوب، أمريكا التي كرمت من قتل سكان البلاد الأصليين ونكب اليابانيين بقنبلتين ذريتين، ثم قتلت الملايين في فيتنام لتنهي سلسلة الاستخفاف بدم الشعوب باحتلال العراق وإغراقه في بركة دماء. قرار ترامب يكفي لنزع القناع عن دعوات حقوق الإنسان وحرية الشعوب التي ترفعها واشنطن، كما تظهر الحكومة في بغداد من جهة أخرى متواطئة بل ومستخفة بالدم العراقي عندما صمتت صمت القبور إزاء القرار. لكن كيف لمن قتل العراقيين قنصا وقصفا أن يتكلم لقتلهم بالرصاص قبل 13 عاماً؟